صباح الخير، السلام عليكم. حواصل التوثيق لفن العمارة في بناء الكنائس عفوا في العاصمة المالدية كوالالمبور. خلونا نشوف مع بعض كنيسة القديس جون الكاتدرائية. كده أنا قفلت الكمامة، نشوف مع بعض. إذا الصوت ما واضح يقول لي يعني، عشان أقوم أحاول أعلى صوتي أكتر. الحتة جنب الكنيسة دي ده متحف التليكوم. أنا أشوف السي بيكتبوها كيف في تيليكوم، بيكتبوها كي، لكن طبعا مقفل عشان الحتة بتاعت الكورونا دي عذبتنا عذاب. الحتة دي جنبها طبعا كلها فنادق. احنا ماشيين على الكنيسة ماسكة حتة كبيرة، الكنيسة الكاتدرائية دي. خليني اشوفها مع بعض. انا ممكن ارجع حبة عشان ناخدها كاملة وبعدين نقرب نعمل عليها زومين، او انا اتحرك يعني، ما زومين بمعنى الحرفي، لكن انا اللي قاعد اتحرك فبكون زي اللي عامل زومين للحتة دي. شكل الكنيسة من بعيد ماسكة المساحة دي كلها ما شاء الله. خلينا نشوفها من قريب. ده باب تاني للمتحف. المتحف عنده بابين، باب بالشارع داك، شارع ده كده، و ده الباب التاني بتاع المتحف. لكن احنا ما جايين للمتحف ده، احنا جايين نوثق للكنيسة دي. فاير اسمبلي اريا، عشان زي ما يبي يشتري كده يدين كهرباء. الحتة دي كلها ما كهرباء، حقه انا اجيبه جاي عشان اقدر اوثق للكنيسة اكتر. لوان سهالة، لولان ده معناه شارع، عندهم لولان وعندهم جلان وعندهم لوبا، كم اسم للشارع على حسب شكله كيف، عرضه، شارع رئيسي، صبوي، زقاق. دي الكنيسة، ان شاء الله نلقى ليها. انا هاجي الجهه الثانيه عشان اصورك اوثق طريقك. ان شاء الله نلقى ليها في احنا ماشيين ده انها يعني اتبنت بيتين او افتتحوها بيتين. طيب في حاجه هناك لو قادرين تشوفوها، دي الايام بتاعت الكنيسه تكون فاتحه متين. هذاك اسمه هناك سانت جورج كاثيدرال. انا اكتر حاجه عجباني في 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 ماليزيا انه محلات التدخين دي، انه حتى ممنوع فيها التدخين تلقاها في كم حته ظاهره محدده، مع انه الشعب بتاعهم شعب مدخن جدا جدا من سجاير. رومان كاثوليك تشيرش بتفتح يوم السبت الساعه 6:30 بالليل والاحد 7:30 صباحا. دي للماسس. ما في حاجة بقدر أظهر لكم من هنا، لكن كده نحاول كالعادة أدخل التلفون جوا عشان يعمل لي تفاصيل من المكان. أحاول أظهر لي شوية. شايفين شكلها جميل جدا الكنيسة دي. يا ريت لو كان الواحد جا في ظروف تانية غير في زمن الكورونا قدر يشوف الكنيسة من جوا. في تاريخ بتاع انه اتعملت بيتين، هحاول اعمل زومين على سنه اقدر اقراها وتقروها معي. للاسف زوم بوضح حاجه. طيب المهم دي واحده من الكنائس الجميله. افتكرت بتاعت كنيسه سان جورج، هي كنيسه جميله جدا، لكن دي اجمل منها بصراحة كده الواحد يكون صريح. المشكلة ان السور عالي طيب نحاول كده من هنا برضه نجيب ثاني جزء من الكنيسة.
انا بعيوني قادر اشوف، لكن ما قادر اظبط مع الكاميرا التفاصيل دي. طيب نحاول كده كاميرا الموبايل. طيب ايوه هذه دي اللي اسمه شفناه من بعيد من برا. طيب من هنا نقدر نشوف المدخل الرئيسي للكنيسة. دي الواجهة بتاعتها. نحاول كده نلف الجهة التانية نشوف ان شاء الله يكون في حاجة اصغر شوية. طيب كنت بتكلم معاكم في انه اللي هي طلعت من دي، كنت بتكلم معاكم في انه يعني الواحد محظوظ انه جاء ماليزيا، لكن في جزء من عدم الحظ انه جيت في ظروف هي شويه ما فيها طريقه حوامك كثير. يعني دي بوغنفيليا، دي لو باللون ده دي بوغنفيليا انشانتمنت اللي هي خاتف لونين كده بين الابيض وبين الاحمر والزهري، لكن هنا دي لون تاني. طيب انا ما عارف الجزء ده هو تبع الكنيسه ولا لا، لكن كده خلينا نشوفه مع بعض. ايوه طيب في حاجه ظاهره هنا في الكنيسه، خلينا نشوفها. تمثال للسيده مريم العذراء. بس ما واضحه شديد من هنا طبعا، لكن غايته بحاول بقدر الامكان اقرب الكاميرا على الحته دي. طيب شايفين البامبو؟ لا ده 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 نخيل ملوكي صغير بس ما بامبو، معليش. ده جزء ثاني من الكنيسه كده. نحاول ناخذ من حته الجيران دي، الجيران ديل. لا والله دي ما جيران، دي تبع الكنيسه برضه. كويس حلو حلو. شوف الابراج دي قايمه كيف. طيب ده جزء ثاني من الكنيسة، ده الملحق بيها، جزء ملحق بيها في مر في النص اتعزلت. لا ما افتكر تبع الكنيسة، ما افتكر تبعها الا لو الزلط ده الممر في النص ده واصل بين الحتتين معناها تبعها. هاي لو واصل تبع الكنيسة الحتة دي. طيب هواز دي معناها بي كير او اتنشن باللغه بتاعتهم تحت الملاي دي كده. نحاول ناخد لفه مع المكان ده كده عشان نقدر ناخد صوره ثانيه للكنيسه بصوره اوضح. ايوه الحديده تبع الكنيسه، لانه نحن لسه شايفين فيها الصليب ديك برضه تبع الكنيسه. ودي مدرسة تبعها، مدارس مقفلة. سان جونز دي مدرسة يا جماعة، ثانوية عليا دي مدرسة. ها ما تغيرنا مع مدارسنا. دي تبع الكنيسة، آخر جزء في الكنيسة. الكنيسة تقريبا هي مربوع كامل لأنه في جزء هناك ملحق. ده شكلها من بعيد من بداية الشارع جنب المتحف بتاع الاتصالات، وماخذ المساحة دي كلها كده. ولسه هنلف مع بعض بهناك نشوف الجهة التانية. ده بنكي تاني مملات اسمه. طبعا البنوك والقطاع العام والقطاع الخاص كله يتقفل اعتبارا من 18 مارس الفات. دي برضو حاجة تبع الكنيسة، ما اعرف مدرسة ولا اسمه شنو. حاول نقرا كلامه ده. والله ما عرفته، ممكن تكون، لا ما في حاجة واضحة. السلامات دي هي بتاعتهم جايبينها من السلام عليكم. طبعا السلامات حاجة تانية معاها بقولوها طوالي. طيب زي ما قلت لكم الكنيسه لسه لافه بالجهه الثانيه. حلو الزاويه دي حتدينا الوقفه دي حتديني صوره اكثر اوضح للكنيسه.
بس كان لو الشير ده الشال كان بريحني شديد. نكمل هنا. طيب دي تبع الكنيسة طبعا، الباركن ممنوع. دي زاوية تانية للكنيسة. شايفين الشكل الشبابيك بتاعتهم كيف؟ الثمرة بتاع الشجرة دي قريب للالوب يعني، بس ده ماخد من اللالوب من الفول كده، ما عارف ده شنو. سبحان الله. ده جزء تاني من الكنيسة، خلينا نشوفه. كله ملحق تبع الكنيسة، بالإضافة للجهات الحاجة جنبها دي، المدرسة والحاجة ما عرفتها شو داخلية، ما عرفتها، ما فيها حاجة واضحة. طبعا أي مجمع سكني أو مجمع سكني جاهز بيكون فيه الخدمات تحت، فيه السوبر ماركت، فيه مطاعم، بار كده يعني. في جزء اخير في الكنيسه، لكن هو شكله عامل له صيانه، فحنقطع بالجهه الثانيه. الوزاره العربيه دي يمشي عشان اقدر اتحرك اكثر. ايوه العربيه دي قريبه لللايتن. طيب هنا مبنى جميل جدا، انا احسن احنا نجيب اياه عشان نشوفه اكثر اوضح. برضو تبع الكنيسه القديس جون. شوفوا الجمال المعماري ده كيف. دي البوابة بتاعته. شوفوا الجمال ده كيف يا جماعة، سبحان الله. يعني الخلق الناس اللي ابدعت الحاجة دي. شوفوا النظام بتاع الشبابيك والترتيب ده والوزن دي. ها ده ماي بنك طبعا، الحته اللي صوتت منها جنبها الجداريه اللي فاتت. شوفوا الجمال ده كيف، والحكايه متواصله لحد دي الاخر هناك، لحد ما نلقى المدرسه الاساس الابتدائيه. نيجي قريب شويه، شايفين ده واحده من المداخل تحت الكنيسة. إن شاء الله يكون دي مكتوب فيها اتأسست 200 ولا أي حاجة. نقلينا بس 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 طرف خيط يورينا إنه اتعملت 200. لا ما في حاجة زين. دي موجهات ساكت للناس عشان تعرف تتعامل مع الحتة دي كيف. لا تغلطوا عليهم، لا يغلطوا عليكم. دي تكون فكرة كده يعني. ودي المفروض عامل في اي حتات، ما بس في الكنائس والجوامع والمعابد. ايوه حلو حلو. اخيرا لقينا الحاجة بتورينا الكنيسة الجميلة دي عملت سنة كام. مكتوب هنا انها المحد ده، بس المحد التابع ألف وتسعمية وأربعة. فنحن نقيس الفترة دي على فترة الكنيسة كلها، هنا اتعملت سنة 1904. تمام. الواحد ما بيتخيل انه ماليزيا دي قديمة للدرجة دي يعني. تمام. لكن اهو دي المدرسة. تقريبا احنا وصلنا لحد اخر حتة فيها. دي المدرسة بتاعتهم. شفنا هناك مدرسة ثانوية، دي مدرسة الأساس، وده المحل. ده المحل هنا. دي المدرسة بتاعت الأساس التابعة للكنيسة دي، مسؤولية العالم تعليم كنسي. شايفين؟ التفاصيل كلها الكنيسة.
انا شاكر لكم شديد لحسن المتابعه، كان لايف ممتع جدا بالنسبه لي رغم سخانه الجو والرطوبه. الواحد احسن انكم تحرقوا مويه قدر طبعا، هي بتخلص قبل ما ازول لفه تكمل يعني. بيوريك هذه الحته الجميله دي، هسي بقت قدامي طبعا. قمه في الجمال وقمه في الابداع لحي الاسد من 1980 لحد هسه قاعد. شكرا لكم لحسن المتابعه، نتلاقى تاني في لايف جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.